لكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله تكون واحد الميزه. الميزه واش من الميزه؟ واحد التوع ديال المقرا ديال الجوده، جوده وهذا شحال كيدير كما كتبان لكم الصور 16 جميع الاثواب مناسب وهادشي 12 كريب والدار جوهره ب 60 درهم كريب وكل 60 درهم تجيب خطيه ما شاء الله مبرا بخوني كنستي حتى هذا الجمله هذا كم مبرا حرير ما كنكملش رفيعه كدير 80 درهم هل الاسواق كما كيقول لكم كلهم كيديروا ما بين 60 و 80 درهم لا غلا على مسكين كاين الدان هذا الالوان كامله كاين الكريب توب رفيع هذاك اللي كيقول لكم الصوره انا خديت 60 درهم كاين الجيم هو 60 درهم 60 درهم لا غلا على مسكين بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا مشروع او يخيطوا الرسوم او يخيطوا بنياتهم كوبا فيه 2.5 متر على 1.5 متر ديال العرض ما شاء الله تويبات رفيعين وبالخصوص عندك الكريب عندك مبرا عندك الدان عندك الطمخة عندك سميتها جوهرة كاين توب ديال الخيط كذلك واحد الخيط رائع كما تبان لكم في الصورة هذا مليفة واش هذه مليفة مليفة كدير 60 درهم 60 درهم مليفة قولي لي ما بغاش الكلمات أو يدير شي بسرعة هذه ب 60 درهم خيطي لبسي خيطي البنيات أو ديري مشروع فرصة لا تعوض صراحة ما عمر لي هذا التوب كان تيدير 350 درهم ولا ب 80 درهم راه فرق شاسع تمنظر في الالوان هذا الرومي 12 متر هذا التوب ديال الخيط 12 متر 60 درهم التوب ديال الخيط 100% الوان وتوبات بالنسبه للصيف وبغيت تخيط شي عبايه او كما كيبان لكم في الصوره ما شاء الله هانتوما شوفوا التوب كاين مبرا كاين الخيط كاين هذا عاوتاني جد المخطط هذا دير بحال الساطان وفيه داك الخط دوري 60 درهم 60 درهم لا غلا على مسكين كنتمنى البنات اللي بغات تشري اتصل بيا تقول لي في التعاليق نعطيها العنوان بالنسبه لهاد الاثواب فين موجوده موجوده في الرباط ولكن اللي بغات وهنا الامر تكتب لي في التعاليق ونقول لها فين غتمشي شوفوا هاد الالوان ما شاء الله كدايره ديال الخيط جميع الاثواب ما بين 60 و 80 درهم اللي ما بغاتش تفصل ما بغاتش الشلابة ها مبرا ديال 80 درهم مبرا ديال الحرير ديال التاج كاين هذا الاحمر كاين الكرونة بالنسبة اللي بغات دير كادوات دير تخيط العائلة تخيط البنيتات الصغار دير مشروع أعطى الله ما يدار تقدر توريني هذاك الشيء بيا؟ ها؟ مبرا ديك الاخرى خدا تا هي 12 16 لا تعطيها لي راه خاصني جبدي نعطيها لك كان ب 7000 ريال دابا ولات
شتي الاثواب اختي شتيهم الوان كاين حتى داك الجيم ديال الجلال كاين الكريب بالالوان سميتها جوهره كاين الدان كاين الكمخه انا جيت قطيت عند هذا السيد ولقيت داك الاثمنه جد مناسبه وقلت علاش ما نبارطاجيهاش معكم شوفوا عاوتاني هاد الطريقه ديالهم ديال هاد لو فيغ بارد او بلو سيال او مبرا ماشي مبرا زعما اللي تقولي ديك مبرا راه ديري فيها يديك واقتنعي بانك وحده الجوده 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 البنات اللي بغا تخيط اللي بغا دير مشروع اللي بغا تفرح راسها في هاد البواشر وتفرح بنياتها او دير مشروع كنتمنى ان شاء الله تشوفوا هاد لا فيديو واللي همها الامر وبغات تمشي تقضي راه فرق شاسع راه كوبون كيدير ديال المبرا كيدير كان كيدير 7000 350 درهم كيدير دابا 80 درهم 80 درهم مبرا خفيفة باردة حريرية وكذلك التوب ديال الخيط التوب ديال الخيط ما شاء الله نعاود نقول لكم عاوتاني هنايا كاين الكريب كاين الجيم كاين زعما اشكال متنوعه ديال الاثواب وهذاك اللي معلق مع الطويب والهزة وهو انه ما كاينش الطويب لا كاين واحد جد جد مناسبه غير اللي ما بغاش يخيط غير اللي ما بغاش يبرع راسو هذاك شوف تبارك الله الالوان ها الزراق ها موطارد ها الكرونا ها داك اللون المشماشي عاوتاني هاد لو فيغ اللون اللي بغيتي اللي طاح لك على بالك كاين التوب ديال الخيط بالنسبه للصيف بالنسبه للعبايات بالنسبه للشيكسيو ديال الصلاه اللي بغيتي ديريها بالصلاه مع الشعر ديالها شوف هاد اللون تبارك الله ما شاء الله هادو كيديرو 60 درهم 60 درهم يعني 20 درهم للمترو هادي ما غاديش تلقايها في شي بلاصه اخرى 20 درهم للمترو توب ديال الخيط توب ديال جوهره توب ديال الكريب ما شاء الله الوان واحد كاين السيكلون وخطروا لي عويناتكم البنات مع راسكم وشوفوا جوهره شوفوا جوهره ديك اللون الزيتي ما شاء الله اللي بغات تبرع راسها في هاد العواشر او دير كنرجع لكم المبرة شوفوا المبرة كدايره ما شاء الله مبرة رفيعه كنتمنى تشوفوا هاد الشيء